لبت رابطة كاريتاس لبنان نداء الاستغاثة من خلال خط الطوارئ وضعتها مع بداية الحرب، ومع تجدد الغارات استجابت للعديد من الحالات وقدمت أكثر من 170 ألف خدمة مجانا ل 33 ألف مستفيد، توزعت بين خدمة صحية واجتماعية كتأمين الدواء واستشارات طبية ودعم نفسي فوري وفحوصات مخبرية وتأمين وجبات يومية وفراش وتياب ولوازم شخصية وألعاب للأولاد.